عايز اقول لك على حاجه قلقان منها كابتن وليد فنيا في الملعب، وهي دائما يعني ببقى قلقان منها، الكرات الثابته والكرات العرضيه علينا دايما بتخوفني على منتخب مصر وعلى كل الانديه اللي في مصر. صحيح. يعني عندنا نفس المشكله، ازاي نتلافى هذه المشكله بكره ان شاء الله؟ اللي انا ما اعملش ضربات ثابته اصلا، ده الحل الوحيد. ما هو صدقني ابعد عن الشر وبعدين ما تعملش فاول اصلا على حدود ال 18، ما اعملش، ما احاولش اعمل، ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا اكيد بتمرن على الكرات الثابته والكرات العرضيه والكلام ده كله، لكن هي بترجع للتمركز، ده رقم واحد. زائد المهاره نفسك انت كلاعب عندك مهاره ان انت تلعب بدماغك ولا لا. عندنا حجازي والونش ما شاء الله عليهم الاثنين كويسين جدا، اكرم توفيق ما عندوش وفتوح ما عندوش، بس حتى حجازي والونش، انا طبعا حجازي والونش ده احسن اثنين مدافعين في مصر، ما فيش خلاف على ده، بس في وجود حجازي والونش احنا عندنا برضو مشكله في الكرات العرضيه. يعني هي الموضوع مش كل الكرات العرضيه، يعني انت الكرات العرضيه المباشره بياخدوها المواجهه، المواجهه بناخدها، لكن اللي هي من على الجناب بتبقى صعبه جدا. هي دي اللي اقصدها. ما هي ليه بقى؟ عشان الوقفه، انت بتقف، انا الونش بيقف مع الراجل بتاعه الفيرود، وحجازي نفس الكلام، اللي بيجي من تحت ده المفروض بيجي معاه من نص الملعب بتاعنا يمسك. فانت عندك مبدئيا الكره لو من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، انت عندك الطرفين بتوعنا ما بعرفوش العب دماغهم، اكرم توفيق وفتوح. فانت بالتالي خلاص الاربعه انت شلت منهم اثنين، بقى عندك اثنين اللي هو الونش وحجازي، زائد النني بيرجع، زائد حمدي فتحي، ادي ثلاثه، ولو السلايه موجود دول بس اللي بيعرفوا يلعبوا دماغهم، اللي هي الحاجات كمان المواجهه. لكن لو الفاول من على الكورنر هنا او من الكورنر هنا تبقى مشكله علينا جدا جدا. ما انا بقول لك، لان احنا ما عندناش غصب عننا خلاص، خصوصا يا كابتن لو في اطوال. يعني اكيد هبقى افارقه عندهم اطوال. ما انا بقول لك لو فرقه انت بتكمان يا كابتن وليد بتلعب فرقه عندهم اطوال، دي بتسبب لك مشاكل كتيره جدا. واحنا بقى مشكلتنا اللي احنا ما عندناش اطوال، ما عندناش اطوال. انت الوحيد حجازي والسلايه يا كابتن، حجازي والسلايه والونش، والونش بيلعب بدماغه كويس، لكن ما عندكش اطوال دول تلاتة يعني. بس شيل السلايه يبقى عندك اثنين. فانت غصب عنك، عشان كده انا اول حاجه جاوبت قلت ايه، ما تعملش كرات ثابته اصلا. لان لو عملت خلاص انت بقيت مشكله، في مشكله عندك التمركز. لو الكره جت عند حجازي هيطلعها، انا واثق عند الونش في مكانه هيطلعها، لكن لو هي عدت الاثنين او هي في وسط الاثنين بين الاثنين هتبقى مشكله. هنعتمد بقى ساعتها على الشناوي بقى، هو الشناوي يطلع يريحنا بقى صدقني. لان بيبقى في عندك الطرفين مع اكرم وفتوح ما بيعرفوش بدماغهم، زائد انت نص الملعب برضو ما عندكش حد بيلعب بدماغه. صحيح، دي النقطه السلبيه الدفاعيه موجوده بصراحه، موجوده وان شاء الله يحلها.